أي جامعة؟ أتوقع التاريخ 21. صارت قالوا لنا وحصلنا على الزيارة اليوم راح الساعة 8. عقب ما دخلونا في الغرفة بعد مكتوب عليها انتظار الموقوفات، الشرطة النسائية كان صوب واحد نص أصوات زجاج يعني. أنا وكنت وأمه وأولادي سمعت إنهم الحين جابوا ناجي، لأن قالوا هني ناجي هني. كان هني هيقول كابينات خشبية يعني فيها عتبات رقب، وأول ما دخل كان عيونه طالع على برا ما يشوف، بس ماسك الباب حاول يطالع منهم في الغرفة أو الإضاءة ما يقدر عليها يعني، بس يحاول يركز منهم موجود. أخذت أمه وضمته وضمنته وسألته عن صحته، قال زين ما فيهم ما في شيء، ما عذبوه قال ما في شيء. بس أنا يوم قعدنا هو يحاول يدور الكرسي أي وين يقعد، معنا الحجرة كلها كراسي، بس كان متحير وين يقعد. أول ما قعد قلت له ناجي هذا مو ثيابك، قميص اللي عليك مو ثيابك، البنطلون اللي عليه نفسه اللي شفته في يوم النيابة اللي طلع في الإنترنت نفسه اللي أخذوه يعني وحطوه على شفته هذا نفسه. قال هذا مو مالي، أنا ما عندي ثياب، واحد عاطني إياه الحين. قلت له ناجي جايبه لك أنت ثياب، يوم اللي انضربنا في النيابة يعني ما قلت يوم اللي انضربنا، بس قلت له يوم اللي رحنا النيابة جايبه لك ثياب، يقول ما وصلني. يجي وقت السباحة أنا ما عندي ثياب، يعني لليوم ما سبح يعني، بس ها واحدة الحين لبسها هي. قعدت وحاول يعني أسأله عن، ما تكلمت، هو أشر علي يبغى يوصل رسالة للجميع، أشر علي بعيونه يقول لي لليوم صبح، عيونه لليوم صبح، يعني تأثير عيونه من نص لبرا يعني. وضغط على إيده أسأله هذا يعني، قال لليوم. قلت له أنت بوين ويا من هو قاعد؟ قال أنا بروحي ما أدري يعني بروحي. قلت له أين المساحة؟ فتحت اللي قاعد فيها، قال مترين في مترين يعني. ما سمعت صوتنا امس الفوضى اللي احنا سويناها برا في النيابه، حتى مكبرات الصوت كنا يعني ناديكم بسانيكم وكل ما سمعت، انا ما اسمع لا اسمع لا ارى لا اتكلم يعني ممنوع. فكان اذا يبغى يتكلم لي يقول شيء ثاني، هو يرتجف هو يحط ايده تيجي على شوف الباب اللي واقف يرتجف ويقول لي اشياء يعني. عطته بنت العصير اخذه وهو يرتجف شربه سريع سريع يعني، حتى حس انه بروحه يعني بالشربه يعني هو يرتجف فيها. سالته بعد عن الاكل، اقول له والوجبات والوجبات، قال أشر علي بعيونه حتى ما يحس بالوقت، كان ارتجف ما يحس بالوقت. حتى سألني عن أولادي يقول طلعتنا دايت شو، قلت له ناس تدري لنا الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي امتحانات وما يحس بالوقت. كان حكي يرتجف، كان ظهره منحني، كان يرتجف يرتجف مو طبيعي، ما يركز من أولاده يعني. حتى أنا أقول له غدير هذه عيا هذه نوم بالبيت فحتى هم بنات يسهبون العيون مثل ما هي طالع في الطريقة يعني. هي كانت زيارة بس 10 دقائق، وقال يعني هو قال لي كان هاني يبي كان بلسانه قال تكلمه يعني يبي يوصل لي عن تعذيب. هو واقف قال في المخابر يومني اقول عن الاكل، كل خالتي دخل الاكل وياه ناجي، قال ما في فايده ما باخذه يعني ما في فائده. ما قلت له اني فهمت يعني عليه، قلت له خالتي لو دخل وياه بياكله هذا اللي واقف اللي ما عنده ضمير واقف ولا بياكله. سمع خالتي قلت له يعني اجى المخابر اللي دخلنا يقول وش عرفتهم؟ قلت له انا عندي خصوصيات ابغى اخذ ارقام سريه، ابغى ارقام تليفوني او اي شيء يعني خصوصيه حتى خالتي بهيمها يعني. فخالتي قامت تقول لي عندهم اسرار عندهم كذي، فدخل اكثر. قال انا اعطيت زياره لناجي اكثر من وقتين، اعطيت لناجي له دفتر وقلم عشان يكتب الرقم السري ما قدر يكتب.
مسك هذا ما قدر ما قدر يكتب شيء، مع اني اعرف الرقم السري استنبال يكتب لي رسالة يكتب اي شيء، ما قدر يكتب الرقم. وهو واقف يوم بلد ضابط المخابر يلا قوم، وقف وقال لي ترك يوميا كهرباء، يوميا كهرباء. كان شعره طويل شكله، يعني حتى القميص حسيت لما لبسينه يا صغير عليه قميص حسيت لبسينه يغطون شيء، يعني كان هو بنفس الثياب اللي حمله من البيت اللي طلع الانترنت في الانترنت انه هو عليه ثياب النوم هذا هو نفسه لليوم عليه، بس لبسه وظهر تغطيه لشيء.